yazarken buldum mezarın içinde ben benim de içimde sen düşünmekten ağlamaktan yoruldum kalbimin içinde sen kalbinin dışında ben bu hikayede yanan ben oldum bir gülüşe kanan ben oldum suçlu sen değilsin benim aslında her hatana susan ben oldum bu hikayede yanan رانا في واحد البلاصه يقولوا لها افيغو 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 تابع البلديه ثنيه النصر واش نقول لكم والله غير بلاصه بزاف خلويه كيما راكم تشوفوا الله يبارك خلويه خلويه بزاف غير جبال وبني تاع بكري اصاله الاصاله امين والله هنا يطلع واحد الطلعه وشوف عينو يدير سبور ويخدم الجومبا يجي هنا من الاخر هيا تبعوني مرحبا بك خويا رضوان بارك فيك واش راك نتوما راك لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله خويا رضوان انا لاحظت باللي كاين هنايا قرى مداشر يعني كل وحده جايه في جهه وجايين في مناطق يعني استراتيجيه واش تحكي لنا عليهم يعني تفوت تلقى بومبا ايشونج برك تلقى تفوتها برك تلقى طريق تاع قلعه بني عباس هذيك قلعه بني عباس يقولوا لها قريه المقراني قريه المقراني المقراني من ثم الله يبارك ابري بوندا بوندا الكبيره ايوا بوندا صغيره ثيني غيل هذيك ثيني غيل اه وشانون راه يتبان شويه هكذا هاي أيوة. هاي تبان شويه ايوا هذيك اللي من هي وكل شكبو هاي تبان شويه ايوا من الواد اللي هيه ف تمقرا شور تاع تمقرا تمقرا اه بوذواب ولايه بجايه تسمى على حسابها ثانية خويا هنا شغل يعني منطقه ثوريه تاع الصح باين باللي هنايا هنا الناس كانت تحارب صح هذه عيطوا لها دائرة ألف شهيد ألف شهيد ألف شهيد الله يبارك هذه تابعة لولاية طروة طروة إيه ولاية طروة إيه لا دائرة هذه ألف شهيد أو عندهم هنا وشنو والله دائرة ما فيهاش سكان بزاف ما فيهاش سكان بزاف وفيها ألف شهيد ها الداخل مهجوره او كاين واحد زوج برك ساكنين هنا على الخرجه كاين ابو مسعده ثاني كاين ابو مسعده ثاني هاي مخبيه من هنا هاي مخبيه من هنا واش تليفون تي 40 بجايه والبرج ها من واد هذاك ايوا ها مجور هذوك كل اللي بان وافاش هاي اللي كتوفير بيشر تموقرا هذوك بجايه هذوك كل بجايه تسمى هي لا فرونتيير تاع لا فرونتيير برشك الواد هذاك ايوا القلعه القلعه شوف شفت بوندا القلعه من الواد هذاك جايه الواد لهنا الجزيره هذه جا وحدها قاره بمختلف تضاريسها مختلف مناخاتها ومختلف عرقها كيف فيها خويا قبيلي هاني عارف معاه نورمال ما عندنا حتى مشكل ربي يحفظك مو الله يرحم الشهداء ان شاء الله ان شاء الله في ذيك الرقده يا ربي ان شاء الله يا او نزيه لي زوم واش ليله خلويه بالبزاف اليوم ليله خلويه رانا في ولايه البرج في واحد القريه اثريه خويا العزيز خلويه بزاف رانا بيان ايماجين واش راح نديرو واش راح نديرو قول لي شوف واش راح نديرو واش راح نديرو انا زيد برك ما خويا هشميه بلا عطاش غير هنا شوف راني نهضر بس يعني نخرج الهضره من الله كولون فيرتي براني تلمو راني ناشف والله غير رانا مع خاوتنا لهنا خويا جديد ايه جليل الزوم خويا محمد ايه عز الدين بصح خويا راك مضويها علينا عز الدين هاي الروح هو الروح هو الروح هاي هات بوابك هات قول لهم بلي
اسمع راكم تبانوا كيما هذوك تاع الاشرطه هذوك تاع المجرمين هذوك تاع اللي زعما هكذا هناك شخص نجبو يمشي من هنا هكذا جيوغرافي مشاريع ملاقاه ريجل ريجل اي اول راي يا صباح الخير خالتي سهرها 7:30 راه واحد الصبيحه هنايا الله يبارك في اراضي افي هذه هذا بكري يعني كنت جو هنايا وتريح وموسى برك تبرع ولا تبرع تريح انطلقنا مع مجموعة من شباب المنطقة إلى غابة أفيرو حيث استمتعنا وفرحنا وضحكنا وكانت الغنيمة ما شاء الله صيدنا فيها الحجلة والزيتون ومازان توجور وما زال هيا ابراهيم مديهم انت ابراهيم ابراهيم ايش عامل هذا خويا خليل خليل وبراري زيد هز لهم هذيك تاع وما وما زال وما زال واش خو براري يا خويا يا صفيا دور دور ما دراك خوتي رانا في البراري هنا يسموهم البراري انا مع خوتنا نصيدو في الحجلة انا نصيدو في الحجلة اسمع وفيت هربوا عليا هربوا ويا الحجلة جيك الصياد من بعيد راح لي تيرارارارا وش صيدت مع بيبي زيطوط وش اسمه هذا زيطوط زيطوط يبان شغل حمامة هاك شغل حمامة اي مش حمامة مش حمامة واش اسامه واش هي التجربه هذه واش عجباتك ولا والله انا ناسيونال جيوغرافي بريباراسيون براري وين هملت وين انا واش نقول لك اش تقول لي انا شفتك عيطت لي انا ضايع انا هملت شنو ليا تذكر في واحد الحدوري هكا فالحمد لله مداري في الدريعات مداري ايه بكري بكري تشفى ايه بكري تشفى الرعد البرق العدس هيا بلا ما تخلقش يا خالد ما تخلقش يبرد لها الخير واش لي كيف رانا جبنا فيها واحد زيتوط وقرطاس راه مليان المهم رانا جينا من فوق الجبل وجيناه محدرين هابطين 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 مع الكليس ومع الكدا ومنا هانا صيدنا فيها زيتوط ان شاء الله ومازال شاف فيها حجله الضربه وين جات شوف شوف الضربه وين جات ها جاتو في السمور وهذا من بعد نشوه خليل واش 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 حمود الله غير هايل حمود الله يبارك براري براري يا خاوتي شوفوا اللي حاب يجي صح يدير براري هنا ناسيونال جيوغرافيك هنا برك في قريه ثنيه النصر بمنطقه بدشره افيغو اسم نتاعها يا خويا تقول شغل ها شغل جايه في الاسبانيول ولا شغل فيغو رايحين للعين باش نشربوا
انا رايحين نشرب واحد العين بارده عندهم واحد البارده اخي تعرفوها مشهور اخي مشهورين الدواوير هذو الجبر تلقاو العين العنصر هذيك الزينه المي هذيك البارده هذيك الزينه انا رايحين ليها نشرب مي ها شوف الريق الريق نشوفني المهم خاوتي والله غير براري يا نبري وين يا نبري وين يا نبري وين يا نبري وين زعما الحراشي واش قال خليل يا الحجينة جاك الصياد من بعيد دن 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 تا 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 منها تا 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 فيها حجلاتها هذه يا الحجلات تا الصياد من بعيد جيتها ولا بلا اليوم فيها الشوية تا الله يبارك الله يبارك خاطر شتو خيرات هذي والله ترى تشوف هاي الحجله هاي الحجله اليوم تتريش وتتشوى ما فيهاش ومازال اي راني جاي راني جاي راني جاي هاي ليك الحجله يا بحيلك الرجاله جابوها العنصر الزين واخيرا واش فوتي شفت زكريا ابني واش صرا لك انا فشال الله غرك هذه خبزة الحلال هذه هي صحيحة قال لك النوش عم بلو النوش واش راكم لاباه شراح الدوار مليحه والله غير هايله واش راهي مليحه جيتكم من والله غير روعه ما شاء الله الله يسلمك والله غتكون راني راك فوق هذاك تاع الطارات هذا الله يبارك في الصحه هاج استموني الحدره واعره بر 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 ايها اي يا خويا هذه الاصاله هذه هذه هي حكايتي مع قرية أفيغو التابعة لولاية برج بوغيريج بزاف خلوية وإن شاء الله كون عجبكم الفيديو هذا ما تنساوش أبوني وبارتاجي ومازال